السؤال: لماذا لم يولد السيد المسيح بالخطية مثلنا؟ لأن الروح القدس حل أقنوميا على العذراء، فطهر مستودعها أثناء الحمل الإلهي، بحيث المولود منها لا يولد بالخطية الأصلية. ألم يأخذ طبيعتنا البشرية كاملة؟ أخذ طبيعتنا البشرية كاملة ما عدا الخطية، شابهنا في كل شيء ما عدا الخطية. فكلمة كاملة من غير تقول ما عدا دي يبقى نفس السؤال غلط.